الحمد لله، وبرحب بكم طبعا قبل اي شيء، وتعبانين معانا طول الموسم، كتر خيركم طبعا. وطبعا ده المعتاد، يعني في نهايه كل مهرجان بيعملوا حفله تكريم الولاد، شهادات تقدير بالنسبه للولاد وميداليات، وده اقل حاجه يعني. الولاد كلهم يخرجوا في نهايه الموسم تعبانين، مرهقين ذهنيا وبدنيا، موسم دراسي طويل، موسم كره طويل، فده اقل حاجه بنعملها لاولادنا طبعا، وبنكرمهم، وكلهم ابطال يعني، ما فيش مكسب وخساره، كل الولاد ابطال، كلهم فايزين، كلهم خارجين مبسوطين. حققنا احنا كفرقه النادي الاهلي الغرض اللي مطلوب من المهرجان، ان احنا شاركنا اكبر عدد ممكن من اللعيبه. احنا بالورقه والقلم 55 لعيب من ضمن القيود المتقيدين شاركوا في المهرجان، وده الغرض المطلوب منه. كل الاولاد بيلعبوا بارتياحيه، بيلعبوا بدون ضغوط، بدون اي حاجه، بنشارك اكبر عدد ممكن من الاولاد، كل واحد بياخد فرصته، بنقدر نقف على مستوى الولاد من خلال المشاركه ديت، بنقدر نقيم اللعيب اخر الموسم، بنقدر نحدد طبعا. اكيد كل سنه بيبقى في احلال وفي تجديد، وفي عناصر جديده بتدخل، في عناصر بتخرج، فلازم يكون الولد شارك ولعب عشان نقدر نقيمه ونقدر نحكم عليه. الحمد لله طبعا ان الواحد بيمتلك الملكه ديت. احنا بالنسبه للولاد الصغيرين، انا مش مدرب، انا الاول مربي معلم، وبعد كده باجي مدرب، لان انا بعلمه حاجات كتيره جدا. انا مش بدرب بس او بعلمه حاجات فنيه في الكوره بس، لا، احنا في عادات، في تقاليد، في قيم، في مبادئ، في حاجات كتير جدا بناكد عليها، بنهتم بالنواحي العلميه والدراسيه بتاعت الولد خلال الموسم. لازم الاثنين بنقول له يمشوا مع بعض، تبقى زي ما انت مركز في التعليم لازم تركز في الكوره معانا، وسن التعليم اكتر كمان، ده بيديك نسبه كبيره جدا ان انت تطلع لعيب فاهم، متعلم، مثقف، تقدر تتعامل مع جميع الاعمار، مع الولاد، وتقدر تتعامل مع جميع المدربين اللي هتمر معاهم خلال التمرين بتاعك. بشكر طبعا منطقه القاهره على الفكره طبعا، ويمكن احنا من اول الناس اللي فكرنا في الموضوع ده. كان متواجد ساعتها الكابتن عادل طعيمه، كان اتكلم في الجزئيه دي، حته المهرجان مش عايزين يبقى في ضغوط على الاولاد، والحمد لله استجابوا للمنطقه، وبقى في المهرجانات زي ما حضرتك شفت. يمكن احنا الفرق اكتر فرقه بتشارك لعيبه هي 2007، حضرتك عارف ان احنا عندنا يمكن كم كبير من الفرق لعيبه كتير جدا في 2007، يمكن بس يمكن ان هي 2007 عندنا فيها عدد مميز كتير قوي، واحنا السنه دي شاركنا لعيبه كتير جدا، يمكن اكتر فرقه زي ما حضرتك بتقول شاركت لعيب، يعني احنا شاركنا حوالي اكتر من 45 لعيب، وزي ما حضرتك شايف مفيش ضغوط على الولاد. يمكن تقييمنا خلال السنه كامله، واحنا بندي مساحه للولاد كتيره جدا، واتمنى ان شاء الله السنه الجايه يبقى لو في سلبيات في الجزئيه بتاعه المنطقه تتعالج. يمكن هي اللي بتقابلنا حته برضو الولاد المسننه والكلام ده، دي قصه كبيره وحضرتك متابعها، ولازم يبقى فيها موقف. بطولة فعلا ولادة للولاد، للنجوم، كل نجوم الكبار ابتدوا وهم في السن دون، وكانوا لعيبة من صغرهم بيبشر بالخير، واحنا معانا مجموعة ما شاء الله لعيبة كويسة، والحمد لله يعني احنا دي ما فيهاش مراكز، ولكن الحمد لله احنا واخدين مركز اول بالنقاط، يعني احنا مش باصين لمركز، ولكن باصين للاداء والمشاركة بتاعت الولاد عشان نطلع لعيب كويس، نطلع ولد ما يبقاش تحت ضغط وهكذا. يعني بتدوس على حتة التعليم اكتر من ان انت بتعلم حاجة وخلاص، لا، انت بتقرر التدريب، بتقرر عشان الولد يفهم ويستوعب، وبالتالي بيبقى الحمد لله يعني الامور ماشية كويس. محمد وائل ويمثل حراسة المرمى، بلعب حراسة المرمى ويمثل اعلى من النوير. محمد شكري بلعب في نادي المقاولين، بلعب نص ملعب، مثل الاعلى محمد النني. احمد حسن كامل باك رايت، مثل الاعلى محمد صلاح. احمد سمير باك رايت، مثل الاعلى محمد صلاح. اسمي محمد تركي، بلعب في نادي المقاولين، بلعب باك رايت، مثل الاعلى داني الفيش. يوسف ايهاب، بلعب باك ليفت، مثل الاعلى محمد صلاح. احمد خالد فكري، بلعب في نادي المقاولين العرب، مركزي فرود، مثل الاعلى محمد صلاح. اسامه محمود حمدي، مركزي فرود، مثل الاعلى كريستيانو رونالدو. محمد مدحت سمير، بلعب باك ليفت، مثل الاعلى مارسيلو. بنشكر منطقه القاهره على التنظيم الجيد ده، وبنشكر النادي الاهلي على الاستضافه الحلوه ديت. الحمد لله مهرجان نجح بكل المقاييس، وان شاء الله تشوفوا براعم كويسه باذن الله لمنتخب مصر باذن الله. كل العالم بيتبع الاسلوب دوت،
لان فعلا اللعيبه لما بتبقى ما فيش ضغوط عليها بتطلع افضل ما عندها، والحمد لله في مواهب طالعه كويسه في كل الفرق الحمد لله. انا محمد مجدي لعيب الشمس مواليد 2007 الشهير بميسي ومثل الاعلى ميسي. اسمي ياسين محمد مصطفى وخدت فريق نادي الشمس ومثل الاعلى كرفغان. بنحب نشكر منطقه القاهره على التنظيم كويس جدا 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 للبطوله، تعبوا كتير معانا. نحب نشكر النادي الاهلي، وفر امكانيات كتيره جدا لينا. نشكر طبعا القناه عملت مجهود جامد معانا في التصوير طول الفتره، الحمد لله كانت فايده كويسه للولاد، الولاد استفادوا والحمد لله ان شاء الله توافقهم في الفتره الجايه ان شاء الله. الحمد لله احنا ما بنحاولش نضغط على الولاد، انا مهم عندي ان هم يتعلموا كوره يلعبوا كوره كويس يبقى شكلهم كويس، والحمد لله انا عندي كذا ولد الحمد لله يمكن كانوا مترشحين الفتره اللي فاتت لمنتخب القاهره، والحمد لله عملنا موسم كويس الحمد لله يعني. الموسم كويس والاولاد بتوعنا عملوا موسم كويس، واحنا قدرنا ان احنا من اول سنه نحط نفسنا في الترتيب، وبصراحه كان دوري ممتاز، ونشكر النادي الاهلي ونشكر المنطقه على المهرجان الجميل ده، ومستني ان شاء الله من الاولاد احسن باذن الله مننا، والحراس بتوعي برضه عملوا موسم جميل ونتمنى منهم ان شاء الله اداء احسن الموسم اللي جاي. علي اشرف حسن مركز دفاع باك شمال مثل الاعلى ابو تريكه وبلعب في اكاديميه سموحه. يلا عمر ايمن بلعب في اكاديميه سموحه ومثل الاعلى حسام عاشور. احمد نظمي مدافع بلعب في نادي سموحه ومثل الاعلى محمد صلاح. كارلوس ابراهيم هاف شمال ونفسي اكون زي بيل. انا اسمي يحيى محمد بلعب بكره مثل الاعلى نيمار. انا اسمي انا بلعب جون اسمي ابراهيم وليد ابراهيم ومثل الاعلى الحضري.